من هي هدى حسين؟ من هي هدى حسين؟ تلاقي الممثلة هدى حسين الشهرة الكبيرة في الوسط الفني الخليجي والعربي، وجاء ذلك في ظل ما قدمت من أعمال فنية قد حققت الكثير من النجاح، وليتم على إثر ذلك تسليط الضوء على هذه الشخصية من قبل متتبعي نجوم الفن في الخليج العربي. وفي موقع مقالاتي سوف نوضح من هي هدى حسين ونضيف باقة من المعلومات حول هذه الشخصية الفنية الشهيرة. من هي هدى حسين؟ إن هدى حسين هي ممثلة من جنسية وأصل عراقي ولدت الكويت في تاريخ 20 من أغسطس 1965 ميلادية، وقد شغفت حسين بالتمثيل منذ نعومة أظافرها، ولتشق طريقها نحو النجومية منذ صغرها، ومن ثم أسست مسرح الطفل في الوطن العربي، وقد برز اسم هدى حسين كثيرا من خلال تسليطها الضوء على الطفل العربي من خلال القيام بالعديد من الأدوار، واكتسبت على إثر ذلك شهرة كبيرة ولتصبح في هذه الأونة أحد أشهر وأبرز الوجوه الفنية في الخليج العربي ككل. وبالإضافة إلى مشاركها في المسلسلات والمسرحيات فقد برز اسمها في الغناء، حيث تمتلك الصوت الرائع والعذب بحد وصف الكثير من محبيها في الخليج العربي. الاسم هدى حسين. اسم الولادة هدى حسين علي الراضي. تاريخ الميلاد 20 من أغسطس 1965 ميلادية. العمر 56 عاما. الجنسية العراق. مكان الولادة العراق. مكان الإقامة الكويت. اللقب ملكة مسرح الطفل، ملكة الشاشة الخليجية. المدرسة الأم الجامعة العربية المفتوحة. المهنة ممثلة. سنوات النشاط منذ 1972 حتى الآن. ديانة هدى حسين. إن ديانة هدى حسين هي الإسلام، فقد ولدت حسين من أب وأم من جنسية وأصل عراقي يعتنقون الديانة الإسلامية السنية، وبذلك تكون كافة الأخبار التي يتم مداولتها من قبل بعض وسائل الإعلام المختلفة عارية عن الصحة، وذلك ما تأكد من خلال تصريح الممثلة هدى حسين في أحد اللقاءات، والتي أكدت بأنها مسلمة، وكما أشارت إلى مدى احترامها للأديان الأخرى، داعية بذلك إلى عدم التفريق وضرورة التحلي بالحب بالتعاون بين مختلف الأديان والأطياف. عمال هدى حسين. قدمت الممثلة العرقية المشهورة هدى حسين مجموعة من الأعمال الفنية التي لاقت الكثير من النجاح، وذلك ما تنوع ما بين مسلسلات ومسرحيات حاكت من خلالها العديد من القضايا والمشكلات التي يواجهها العالم العربي ولا سيما الخليجي. وفيما يلي أبرز أعمال الممثل هدى حسين.